على اللي اتقال واللي اتعمل واللي هيتقال واللي هيتعمل. بدأت الجلسة برئاسة المستشار موسى النحراوي، وشهدت معركة في المطالب بين جبهتي الدفاع عن المجني عليه والمتهمين، حيث طالب رأفت دوار رئيس هيئة الدفاع عن خالد سعيد بمجموعة من الطلبات، منها سماع أقوال كل من المقدم عماد الدين عبد الظاهر رئيس وحدة مباحث اسم شرطة سيدي جابر، ومعاوني مباحث الاسم الأربعة الرائد محمد فايد والنقيب محمد عز الدين والنقيب أحمد محمد حسن والرائد أحمد عثمان. أحمد عثمان أول ما ظهر عند المحكمة الهتافات كانت قوية جدا، هنشوف. كذلك مناقشة كل من الدكتور محمد عبد العزيز الطبيب الشرعي بمصلحة الطب الشرعي بالأسكندرية اللي قام بإيداع التقرير أول مرة، والدكتور السباعي محمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة وأعضاء اللجنة الثلاثية اللي كانت تم تشكيلها لتشريح جثة المتوفي، منهم الدكتور عادل محمد عبد الله وأيمن حسين قمر. من جانب آخر طلبت بشرى عباس عصفور رئيسة هيئة الدفاع عن المتهمين بمناقشة جميع شهود الإثبات اللي سألتهم النيابة العامة ومناقشة الأطباء ووضع التقرير وأيضا ضم الصحيفة الجنائية للمجني عليه وكشف المرسل للشرطة ومن المديرية. عايز أقول لكم فريق عمل محطة مصر بسمة كانت هناك وبتتابع مع طاقم متميز حقيقة، ولكن كنت حريص جدا على التواجد هناك في المحكمة. قبل ما تشوفوا الأجواء برا المحكمة عايز أقول لكم بعض الملحوظات. أولا رفضوا أن أنا أدخل المحكمة تماما، وطلع لي شخصية أمنية بمنصب كبير قال لي هتفضل هنا لأن القاعة مليانة، معزز مكرم، كل طلباتك مجابة، ولكن برا المحكمة لما القاضي يرفع الجلسة هتخش، والموضوع أكبر مننا كلنا. ما دخلناش الجلسة وفضلنا مع الناس والبشر برا، الكاميرا دخلت وتابعت وبسمة هو شخص المتواضع، خليك برا، خلينا برا، ولكن التعامل كان رائع حقيقة والله بجد، دي مش طريقة. كل الضباط ترحبوا، كل الجهات الأمنية بمختلف تنوعاتها كان أدائهم أكثر من رائع ووفروا كل سبل الراحة والأمان. عايز أقول الهتافات كانت قوية جدا من الشباب برا اللي بيهتفوا عشان خالد سعيد. الأداء الأمني أيضا كان رائع وذكي وفي حتة نماسة كده المصرية، فالهتافات قوية وصعبة، فتوزع بعض الضباط قدام المحكمة على مسافات مختلفة وكانوا بيدوا أوردر لكل العربيات اللي جاية إن هي تضرب كلاكسات عالية، خصوصا المشروع اللي هو اللي بيسموه المشروع اللي هو الميكروباص في اسكندرية، إنها تضرب كلاكسات عالية عشان تعلي فوق صوت المتظاهرين. هم مش هيعملوا حاجة المتظاهرين، إنما اسكندرية اللي المفروض الكورنيش فيها ممنوع فيه أي كلاكسة أو زمارة كانت الكلاكسات تصم الأذان عشان تغطي على أداء المتظاهرين. حاول بعض العساكر كنت هدخل أقف مع الناس يمنعوني، الحقيقة الضباط الكبار قالوا لهم لا سيبوه، والتعامل كان رائع ودخلت الجلسة فعلا عشان في كلام كتير كتب، فأنا بقول شهادة حق دخلت الجلسة فعلا أول ما القاضي رفع الجلسة الناس بكل حب خلاص خلص الأداء. عايز أقول إن كان في متظاهرين بقى تبع الشرطة من أهالي يعني متعاطفين مع المخبرين، واقفين قدام المتظاهرين المتعاطفين مع خالد سعيد، وسبع صفوف من العشر صفوف اللي في المحكمة جت كلها عربيات من القرى اللي بينتمي ليها الاتنين مخبرين، وحطت أهاليهم رصوها سبع صفوف عشان يملوا المحكمة، وما فضلش غير مناصري خالد سعيد وطاقم الدفاع غير ثلاث صفوف. تعالوا في الأول نشوف إيه اللي كان بيحصل خارج المحكمة. خالد حي ومش هيموت، خالد حي ومش هيموت، يا شهيد يا شهيد يا شهيد.
يجبر السواقين ان هي تحط ايدها على الكلاكسات عشان تلاقوا شغال مزحف؟ احنا مش في زفه، احنا في ميل. انا مواطن من شعب مصر، بنادي بالغاء الطوارئ، بالغاء الظلم كله اللي على الشعب دوت. احنا عايزين نحس ان احنا بني ادمين فعلا في بلدنا. الناس بيغروا علي ولا اي ذنب. شفتوا حضرتك ست عجوز عندها 70 سنه بتنضرب في محرم بيه في مكان جنب جامع اولياء الشيخ وكنيسه ماري جرجس، من عاملين شرطه استغفر الله العظيم يضربها ويسب الدين ويسب بالاب والام. على الرغم من وجود هيئة الدفاع وهيئة الأسر داخل المحكمة وداخل القاعة والدفاع عن المتهمين، إلا أن خارج المحكمة كانت في تجمهر شاسع جدا وكبير جدا جدا بيضم فئات كافة الفئات من الشعب بيطالبوا بحق خالد. والتجمهر ده كان من الساعة 6 صباحا. بسمة محمود، لمحطة مصر.